الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الكريم بنات جريد ون. احنا وقفنا في الاسبوع اللي فات في درس ديسكفر على هيومن سايكل. يعني هيومن سايكل يا بنات؟ قلنا هيومن سايكل يعني الانسان اول ما بيصير بيبقى بيبي، بعدين تشايلد، بعدين تينيجر، بعدين ادلت. خلاص قلنا ان كل الانسان كلنا يا بنات اتولدنا في الاول كنا بيبي، بعدين تشايلد، بعدين تينيجر، بعدين ادلت. قلنا دي بنسميها ايه؟ هيومن سايكل. خلاص بعد كده يا بنات كان عندنا نشاط اللي انا قلت كلنا نجيب حبوب ونزرعها. خلاص طيب في عندي برضو هيومن، في عندي بلانت سايكل. بلانت لايف سايكل يا بنات يعني ايه؟ يعني دورة الحياة بالنسبة للنبات. اول حاجة يا بنات النبات بيبقى عندي سيد اللي عمل النشاط، عارف ان هو جاب حبوب من البقوليات او اي شيء يا بنات كانت سيد، وبعدين يا بنات بدأت تطلع نبات صغير كده، بدأت تكبر حبة صغننين بنسميها سبريد او سبروت يا بنات، بنسميها سبروت. بنسميها ايه؟ سبروت، اللي هو برعم صغنن كده، طلعت نبات صغنن كده. بعد كده يا بنات كبرت وبقت بلانت. بعد كده بقت ايه؟ بقت بلانت يعني نبات بقى. خلاص بعد البلانت يا بنات طبعا مع كل يوم بتسقيه ميه وبيتعرض للهواء وللشمس، بقى ايه يا بنات؟ بقى فلاورز. اذا البلانت سايكل يا بنات، البلانت سايكل اللي هي دورة النبات، اول حاجة بيبقى سيد، بعد كده بيبقى سبروت، بعد كده بيبقى بلانت، بعد كده بيبقى ايه؟ بيبقى فلاور. وبعد الفلاور يا بنات بعد ما بيخرج بتاخدي منه السيد، السيد اللي انت بتاخدي منه الفلاور ده بتاخدي منه السيد اللي هي على حسب اللي انت زرعاه، بعد كده بيحول سبروت وهكذا. هو بيقولك ان هي سايكل لا تنتهي. تمام؟ يعني احنا بنزرع النبات وبعدين ناخده، ممكن نزرعه تاني وتالت ورابع وهكذا. خلاص طيب بعد كده يا بنات عندنا الكالرز. في حاجه اسمها برايمري كالرز. برايمري كالرز يا بنات اللي هي الالوان الاساسيه. الالوان الاساسيه ايه؟ زي الريد، وايه كمان؟ بلو، وزي اليلو. يبقى اذا يا بنات عندي الالوان الاساسيه ريد بلو يلو، ريد بلو يلو. اوكي دي بنسميها ايه؟ برايمري كالرز. اوكي يا بنات يبقى برايمري كالرز عندي 3 تايبس، عندي الريد والبلو والكالر. هنا يا بنات النشاط ده عايزك تلوني، على هنا عايزك تلوني بالريد، وهنا عايزك تلوني بالبلو، وهنا عايزك تلوني باليلو عشان تعرفي الالوان. بعد كده يا بنات هناخد ميكسنج كلر. يعني ايه ميكسنج كلر يا بنات؟ يعني مزج الالوان. هنا بيقول لي البرايمري كلرز لما بتيجي تخلطيهم، هنا الريد مع اليلو هيديك اللون الاورنج. يعني انتوا جربوها كده، المفروض انت هتلوني هنا بالريد وبعدين تلوني باليلو، هتلاقي خرج لك النبات اللي هو خرج لك اللون الاورنج. اوكي وهنا برضو يا بنات البلو مع اليلو لما تخلطيهم مع بعض هيديك الجرين، هيدينا ايه؟ الجرين. والبلو مع مع الريد يا بنات هيديني البيربر كلر، هيديني ايه؟ البيربر كلر. اذا يا بنات في عندي برايمري كلرز قلنا اللي هي الريد والبلو واليلو، وفي عندي ميكسنج كلر اللي هي بتنتج من خلط الالوان مع بعض، خلط الالوان الاساسيه مع بعض. عندي اللي هي اليلو مع الريد يديني اورنج، ودي انت المفروض انت تعملوها. وعندي اليلو مع البلو هيديني جرين، وعندي الريد مع البلو هيديني بيربر كلر. اوكي يا بنات طيب بعد كده هنا هم بيعرفني البرايمري كلرز ار، يعني البرايمري كلرز اللي هي ايه يا بنات؟ الريد والبلو واليلو، ريد بلو يلو. مهم جدا نعرف البرايمري كلرز. بعد كده يا بنات بيقول لي ان المكسيكان كلرز جيفز ا نيو كلر، لما تخلطي اللونين على بعض هيديك الوان جديده، زي الريد مع البلو، ريد مع البلو اداني بيربر، بلو مع يلو اداني جرين. شايف شي يعني انتوا شايفين يا بنات المنطقه دي اهي، هنا بلو وده يلو، وهنا اداني لما خلطتهم على بعض عملت لهم ميكس مع بعض الاثنين اداني جرين. والريد مع اليلو يا بنات اديني اورنج، الريد مع اليلو اداني ايه؟ اداني اورنج. تمام يا بنات طيب بعد كده يا بنات ده بروجكت انتوا هتعملوه او اكتيفيتي، ده المفروض الفاميلي تري انت هتعمليها، المفروض تحطي صور. لو مش عايزه تحطي صور ارسمي جراند فاذر، جراند ماذر، فاذر ماذر، انكل انت، وهكذا، وسيستر وريفوت وبراذر، وقلنا ممكن تعمليها رسم. اوكي ده نشاط انتوا هتعملوه برضو يا بنات. بعد كده دي الكلمات اللي موجوده في شابتر 2، بيبي وتشايلد وتينيجر وادلت، ريد بلو يلو.
دي يا بنات المفروض انتوا هتكتبوهم. هم يعني جايب هلكوا تكتبوهم مش للحفظ، عايزين تحفظوهم اوكي، مش عايزين براحتكم. وعندي فازر وماذر سيستر براذر جراند ماذر جراند فازر انكل انت كوزن وهكذا يا بنات. خلاص وبكده الحمد لله نكون خلصنا شابتر 2 بامر الله. المادة سهلة وبسيطة كلها رسم وتلوين وانشطة. اسعدكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.